لغاية الآن العدد تصاعدي بإلقاء القبض، وصل العدد 41، وقبل قليل وردتني أيضا إلقاء القبض على 6، فيصبح العدد 47. العمل مستمر على مدار الساعة، وسوف تستمر العمليات، ونطلق عليها عملية ثأر الشهداء. حادث اغتيال القاضي الشجاع لن يمر مر الكرام. تم تشكيل مجلس تحقيقي، وتم توقيف عناصر الحراسة سواء اللي موجودين في المربع الأمني أو المرافقين للسيد القاضي الشهيد. يوجد تحقيق جاري، وإن شاء الله النتائج تعلن قريبا إن شاء الله. بالنسبة لقضية المخدرات، هي الشغل الشاغل للحكومة المركزية والملف الرئيسي من مهامنا. أيضا خطة أخرى معدة ترافق خطة إلقاء القبض، لأن خصوصية قضية المخدرات، وإن شاء الله توجد نتائج قريبا.